في إشارة جديدة على قرب نشوب نزاع عسكري، واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة كييف. في بيان لها، أجازت وزارة الخارجية الأمريكية بالمغادرة الطوعية لموظفي سفارتها في أوكرانيا، كما حثت مواطنيها هناك على المغادرة عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى. وأرجعت الوزارة قرارها إلى الوضع الأمني على طول الحدود الأوكرانية مع روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن التنبؤ به وقد يتدهور في أي وقت. وحذرت وزارة الخارجية رعاياها من أن أي عملية عسكرية روسية ستؤثر على قدرة السفارة الأمريكية في أوكرانيا على تقديم خدمات قنصلية، كما طالبت الوزارة المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا، خاصة المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. وفي غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الأوكراني عن تلقي بلاده شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة ضمن مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. وتأتي تلك المساعدات وسط مخاوف أمريكية وغربية من احتمالية شن روسيا لعمل عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو التي تؤكد أحقيتها في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء، وتدعو حلف الناتو إلى عدم التوسع شرقا لمنع التوتر في تلك المنطقة.